صباح الخير يا هديل. صباح الخير عليك يا شاذلي، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. اهلا بحضراتكم وحلقه جديده من صباح الخير يا مصر. والايام دي اجواء شتويه قارصه الحقيقه، كلنا حاسين بالبرد. ان شاء الله الايام الجايه الجو يتحسن شويه اكتر. واحنا النهارده كمان سؤال حلقتنا عن المطر، عايزينكم تحكوا لنا مواقف حصلت لكم في المطر، او موقف يعني ما تقدروش تنسوه سواء وانتم صغيرين او وانتم كبار. شاذلي عندك مواقف مع المطر؟ عندي مواقف كتير قوي مع المطر، بس هو فين المطر دلوقتي؟ تيجي بس المطر وانا استرجع المواقف بتاعت زمان. كمان عايز مع البرد ده مطر، حد هيدفي الدنيا. هو كده كده خلاص الجو ساقع، فهنتحمل الساقع بقى بشويه مطره جميله كده. اجواء بقى المطر مختلفه، ليها اجواء مختلفه. فيروز والقهوه والبلكونه. مفيش بلكونه دلوقتي، ممكن يبقى في قهوه بس جوه تحت البطانيه. يعني ويا دوب تشربها بسرعه عشان هتسقع على طول. ده حقيقي طبعا. وانا صغير زي اي حد يعني، رايح دروس بقى وجاي من دروس وكده، واحنا بقى طبعا في اقاليم بقى وارياف وكده، والمطره لما بتنزل بتعمل شويه طينه محترمه يعني. نزلت على وشي بالكتب. الكتب بتاعت الدرس. ورحت الدرس؟ لا ده وانا راجع. ده المهم، ده وانا راجع. لو رجعت والدتك هتقولك روح الدرس. هو انا كان نفسي انا كان نفسي يحصل لي وانا رايح فاقوم ارجع وبتاع، فما اروحش. لا ده كان وانا راجع. وانا كبير في اسكندريه رحت نوى بقى، حضرت نوى هناك يمكن من سنتين كده. وكنت ماشي على الكورنيش زي الصور اللي بنشوفها والفيديوهات اللي بنشوفها كده، فالموجه طلعت جابتني من فوق لتحت. طبعا كانت نوى والمطره كانت فميه من فوق لتحت يعني، اتغرقت. بس كنت مبسوط لان انا اصلا بحب الشتاء، بس مش الشتاء ده. كنت مبسوط لما اتغرقت كده؟ جدا، بس انا مش بحب الشتاء ده اللي احنا فيه ده، مش ده اللي انا بحبه. مش الناس اطرافها بتتجمد، احنا بنتجمد فعلا. المطره فين؟ فين المطره الجميله؟ اجواء المطر الجميلة دي، اللي هو نقف وندعي تحت المطر بكل حاجه نفسنا فيها. المطر الخفيفه الحلوه دي. انما ما نتغرقش من فوق لتحت، صعبه دي. مستنيينكم تحكوا لنا عن مواقفكم مع المطر. ده سؤال حلقتنا، هتلاقوه موجود على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر والانستجرام الخاصه ببرنامج صباح الخير يا مصر، ونصبح عليكم جميعا. اهلا بحضراتكم من جديد. وكنا سالناكم اول حلقه ذكرياتكم مع المطر او مواقف بتحصل لكم في المطر. خلينا نروح نشوف اجابات الناس. اسامه بيقول المطره الجامده اللي حصلت قريب ونزل معاها جليد، المهم الدنيا كانت غرقانه وانا عايزه اروح، وقلت امشي جنب الحيط لقيت الجليد عالي واتاري الجليد هش، فيدوب بحط رجلي دخلت جوه، طبعا غطست والجزمه ضاعت تحت الجليد. الجزء الثاني من القصه اني روحت بعد 3 ساعات لقيت الشقه كلها بتشر ميه، ودورت على حته ناشفه ونمت لحد الصبح. ده يعني يوم كان كله ايه؟ مطر بس. مستحيل ينساها طبعا. في محمد جمال بيقول صباح الخير عليكم، انا محمد جمال من الفيوم من العجميين. كنت ماشي انا واختي، كنا رايحين عند بيت جدي والمطره اشتغلت علينا، اتزحلقت وهدومي اتمرمطت، واختي فضلت تضحك عليا، وده كان موقف عمري ما انساه. مش متخيل الناس اللي تشوف حد واقع جنبها تفضل تضحك جنبه. بص هو انا اقول لك في الاول عايز اعرف كريست الضحك دي بتيجي منين. لا يعني هو على حسب اتجاه الوقعه، بيبقى في وقعه كده تضحك الصراحه يعني، وبتبقى والله انا ببقى نفسي اساعد بس ببقى مش عارفه اوقف ضحك عشان اساعد. ده انا مش بتكلم عن الناس الغريبه، ده يعني ممكن تكون مثلا بنتك وقعت قدامك فانت لا بنتي اكيد هتصرف، اكيد مش هقعد اضحك. لا انا المدام عندي بتقعد تضحك لما بنتي بتقع. ما اعرف البنت تقعد تعيط عشان وقعت ودي قاعده تضحك جنبها، مش فاهم بيجي لهم الضحك ده منين. طيب وليد بيقول صباح الخير على احلى مذيعين والقناه الاولى، انا من اسيوط، وبيقول حصل معايا موقف. كنت رايح اجيب طلبات للبيت انا وبنتي حنين، والمطر غرقني وكل حاجه معايا اتبهدلت. هو ده الموقف اللي حصل لي ومش قادر انساه. مهم الطلبات. طبعا مهم الطلبات. راحت في المطر خلاص، العيش فين السخن راح خلاص. علاء هارون بيقول صباح الخير، في موقف حصل لي وانا جاي من سفر مروح البلد، الدنيا مطرت وكنت في الطريق والدنيا غرقت جامد، والشنطة غرقت والطريق غرق وما عرفتش اروح، ونزلت تلج كمان. ده فضل في الشارع يعني. بس يعني ما ننكرش ان احنا اول ما بنعرف انه في حتة نزل فيها تلج تلاقي الناس بقى بتروح هناك وننزل نجري عشان عشان يعني نلعب بالتلج، عشان مش متعودين على الاجواء دي. يعني اجواء مختلفة بس مش عايزين دلوقتي. احنا مش قادرين على تلج. لا كمان سمسم بيقول او بتقول صباح الفل عليكم، كنت رايحه المراجعات النهائيه في الثانويه العامه والشارع كله طينه، وجت عربيه سريعه راحت مبهدله كل هدومي بالحاجه اللي في ايدي. يومها اتعصبت جدا، والراجل اللي في العربيه مشي من غير حتى ما يتاسف لي. وبتضحك صباح الخير. لو الموضوع ما يضحكش بيبقى بامانه الموقف ده بيبقى صعب جدا. ومش عارف الناس اللي بتسوق عربياتها وهي شايفه في ميه، في برك ميه في الارض،
ازاي بيمشي بسرعه، ولو حصل وغصب عنك على الاقل انزل اعتذر للي انت غرقته ده، طيب خاطره يعني. في حسين عامر بيقول صباح الخير عليكم، انا من بسيون بلد محمد صلاح، ومن المواقف الصعبه كنت رايح المدرسه وكنت لابس لبس ابيض ملاك، يا سلام مدرستي اللي بيلبسوها ابيض. وفي لحظه ست كبيره تقريبا بتنزل المايه بتاعتها من على السطوح بتاع بيتها، وتيجي كل المايه اللي موجوده على السطوح تنزل تغرق اللبس الابيض وبقى لونه جميل قوي، ودي من المواقف التي لا تنسى. ممكن تكون متفق معاه عشان ما تروحش المدرسه؟ لا مش للدرجه دي، هيتبهدل المايه اصلا مش مطره، المايه نازله من على السطوح فهيتبهدل. اهلا بحضراتكم مره تانية، والجو الممطر ده وجو الشتاء مرتبط بحاجات كتير قوي، بمواقف زي ما كنا بنسال في بدايه الحلقه، وباكل زي ما كنا بنتكلم مع رضوى اخصائيه التغذيه، وهي بتتكلم في ان في اكلات ناكلها في فصل الشتاء مد تدفي لكن ما تخنش، وده المهم ان انت تاكل وتدفى، لان طبعا احنا فاتحين بقنا 24 ساعه في الشتاء، يعني اي حاجه معديين بنلاقيها بناكلها، لكن المهم في النهايه انك ايه ما تتخنش، وده اهم حاجه. وهي بالمناسبه اتكلمت عن المحشي كلمتين حلوين وقالت اهم حاجه عشان خاطر شاذلي، اه الحاجات اللي موجوده في الخلطه بتاعه المحشي هي اللي ما تكونش كتيره، او يعني نقلل من السمنه، او حتى لو حطينا مثلا معلقتين سمنه فدي بتتوزع على الحله كلها، اللي هياكلها اربع اشخاص ما اعرفش عرفت منين ان في اربع اشخاص هياكلوا الحله، بس هي قالت اربع اشخاص هياكلوا الحله، ده رقم ده صغير حسب كلام انا ما اعرفش على حسب الحله قد ايه، ما فيش تقريبا. طيب خلينا نروح نشوف تعليقات الناس على سؤال حلقتنا النهارده، ومواقفكم ايه مع المطر. محمد درويش عنده قصه كده مع المطر كان بيكتبها في التعليق، خلينا نشوف على صفحه البرنامج. بيقول وانا في ثانوي كنت رايح المدرسه ماشي في شارع الجلاء في المنصوره، وميه المطر ما غرق الشارع، وانا ماشي لقيت نفسي رجلي في البلاعه ورجلي على الرصيف مهما عدت السنين، فموقف ده بالنسبه لي عمره ما يتنسي. احمد ربنا بقى ان البلاعه كانت جنب الرصيف، الحمد لله انها رجلي ورجلي لحقت نفسي برضه. في جيهان سالم المصري بتقول صباح الفل عليكم، حياتنا الحقيقه كلها مواقف، بس الاحلى في الموضوع اننا شعب فكاهي بطبعه، الامطار قصصها لا تنسى. ايام المدرسه كنا نحب المطر، بس كان في مقوله بتقول يا مطره رخي رخي على قرعه بنت اختي، ودي كانت من الذكريات الجميلة واحنا رايحين المدرسة. طبعا كلنا كنا بنغني الأغنية دي زمان واحنا صغيرين كلنا كلكم مش كلنا لا كلنا كده عفاه والله عفاه. طيب ماشي.